مواصلة لعمليات مكافحة مافيا سرقة الكوابل النحاسية التي تمس بالاقتصاد الوطني، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوتليلات من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة أنابيب مادة النحاس تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 33 سنة ينحدرون من ولاية وهران. العملية أسفرت عن توقيف المتورطون في القضية مع استرجاع كافة المسروقات المتمثلة في 1 قنطار و3 كيلوغرام من مادة النحاس الأحمر، 14 حنفية ماء، بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة، بحيث رفع ضد الفاعلين جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة مع توافر ظرف الليل، التعدد والكسر، جنحة إخفاء أشياء مسروقة. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوتليلات فتحت تحقيقا في القضية، وبمجرد استكمال كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية سوف يتم تقديم الجنات أمام نيابة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وتليلات.